هل يجوز رؤية الهلال بالآلات الحديثة مثل المجهر أم يشترط أن يكون بالعين المجردة؟ لا ما يشترط، يجوز الاستعانة بالمراصد وبالمناظير لرؤية الهلال، ولكن هذا ما يلزم لأنه تكلف، ما أمرنا بالتكلف. إن رأيناه رؤية عادية صمنا، وإن لم نره فلا نتكلف بالمناظير والأشياء هذه، لكن ما نقول إنها حرام، من استعملها فلا بأس. نعم، لكن ما نوجبها على الناس. نعم.